اسمي توني اسطنبولي، عمري 36، من زحلة. نحنا ثلاث أولاد، صبيان وبنت، أنا الكبير. خلقت سنة 80، طفولتي كانت طفولة حرب من 80 لل 93، بين الملجأ وبين المدرسة. ما كنا نعرف كهرباء، ما كنا نعرف ألعاب، كانت أحلى لعبة عنا نروح نجمع شظايا. أنا من وراء قلة التكنولوجيا اللي عشنا فيها نحنا بين 80 و 93، حطيت براسي إنه فوت بهالدومين وفوت فيه للآخر. مش هناك عندي بحدود 6-7 شهادات إن تكنولوجي، بين ليسانس، بين ماسترز، بين سيرتيفيكيشنز. اللي أثر في شوي بحياتي أنا صغري إنه عشت وبي شوي بعيد عني، كان دايماً مقضيها بالجبهات بالحرب، كونه ضابط بالجيش. من أنا وصغير كنت ألعب، كنت حب يعني، بس يجي جيبوا لي ألعاب دغري اللعبة أفرطها، بدي أعرف من شو مؤلفة، من شو معمولة، أرجع أعمل وحدة غيرها من الأجزاء أو من القطع اللي خربها بأول قطعة. إذا عندك فكرة أو شيء براسك عبالك تعمله، خد هالريسك، صدقني بتنجح. الماما كتير شجعتني، بي كان عنده شوية خوف علي لأنه بي بحب كتير الاستقرار، بس قلت رح أخذ هالريسك كوني أصلاً أنا مجازف بحياتي. ورفقاتي مش بس مؤسسين، هني رفقاتي من الطفولة، ومستعد تنبلش نبني نجاح سوا، ومآمن هالشركة رح تنجح وهالبروجيكت رح ينجح.